مرحبا شباب وصبايا، كيفكم؟ ناس ان شاء الله تكون اموركم تمام. طبعا اول اشي قبل ما ابدا بالدرس اللي راح احكي عنه اليوم بدي اشكر كل اللي بعثوا لي الحل. طبعا بس بدنا نتاكد انه هذا الحل عليه علامات عشان بكره ما يصير كويستشن مارك او علامه استفهام من وين اجت هاي العلامات. اللي ببعت لي حله هو بس الشخص الوحيد اللي راح ياخذ علامه الاسئله. طبعا واحنا عارفين عشان يوم الامتحان ما ننعجل، بس رح نعمل مراجعة سريعة قبل ما ندخل الدرس اليوم. طبعا احنا بنحكي عن لغة برمجة ال HTML. حكينا لغة ال HTML تتكون عندي من وسوم، خصائص وعناصر. حكينا الوسم هو الاشي اللي بحطه بين اشارتين اكبر واصغر، وهو لازم يتكون من فقرتين، وسم بداية ووسم نهاية. العنصر اللي هو الأشياء المكتوبة بين وسم البداية ووسم النهاية. الخاصية هي التي تحتوي على إشارة يساوي ودائما تأخذ قيمة. في درسنا الماضي أخذنا اتطرقنا لوسمين واتطرقنا لخاصيتين. الوسمين اللي حكينا عنهم اللي هو وسم التايتل، وحكينا يكتب وسم التايتل بين وسم الهيد، يعني بين وسم البداية والنهاية للهيد أنا بحط وسم التايتل، بحط داخله العنوان اللي أنا بدي إياه، طبعاً بستخدمه لعنوانة الصفحة تبعتي. الوسم الثاني اللي حكينا عنه اللي هو الباراجراف، فقرة، بستخدمها لإضافة الفقرة. هي وسم البداية للباراجراف وهي وسم النهاية، وهي المحتوى الموجود بينهم. حكينا عن خاصيتين، خاصية الدايركشن وخاصية الستايل. خاصية الدايركشن حكينا بتاخذ قيمتين، طبعا الخاصية من قواعدها انها تكتب دائما في وسم البداية للاشي اللي انا بدي اضيفه الخاصية، يعني انا بدي اضيف الخاصية للبدي بحط الخاصية تبعتي داخل وسم البداية للبدي، بدي اضيف خاصية للباراجراف انا بحطها داخل وسم البداية للباراجراف، اذا تكتب الخاصية دائما داخل وسم البداية والها قيم. عندنا الدايركشن تاخذ قيمتين من رايت تو ليفت ومن ليفت تو رايت، اذا هي خاصيه خاصه بالاتجاه اما من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين. الخاصيه الثانيه اللي حكينا عنها ستايل، وحكينا لها خمس قيم، الباك جراوند كلر، الباك جراوند كلر، وفي عندنا الكلر، الفونت فاميلي، الفونت سايز، والتكست الاين. هلا ان شاء الله رح نتطرق لهم بشكل اوسع. هيك احنا خلصنا مراجعة عن المرة الماضية، رح نشوف إن شاء الله شو رح ناخذ اليوم ورح نطبقه أول بأول. مس اللي رح ناخذ اليوم إن شاء الله اللي هي وسوم إضافية في اللغة. أول وسم رح أحكي عنه اللي هو وسم عنونة الفقرة، تمام؟ اللي هو الـ H من برمز له بالـ H، وطبعاً بياخذ رقم حسب اللي إحنا بدنا إياه. هسا رح نفهم كيف بالضبط. خليني اروح على النوت باد اللي احنا اشتغلنا عليها، وبدي اضيف عنونة للفقرة تبعتي. بس احنا متفقين كل اشي بكتبه تحت البدي، كل وسم انا رح احتاج، طبعا بحكي عن وسم، كل وسم انا بكتبه دائما تحت البدي ما عدا وسم التايتل يكتب تحت وسم الهم، تمام؟ طيب رح اجي اول اشي اعمل عنونة فقرة عندي اسمها H1، اسكرها واحط مدرسة، او خلينا نحط ايكون سكول. طبعا وسم البداية له وسم نهاية، هاي سكرنا ال H1. طب انا ما عندي بس H1 لعنونة الفقرة، انا عندي بتتدرج عن وقت عنونة الفقرة من H1 ل H6. هسا انا حرة اختار اللي انا بدي اياه، بس تهو احنا بدنا نجرب هيك مشكل من 1 ل 6. خلينا نجرب مثلا H3 ونحط برضه الكون سكول ونسكر H3. نجرب H6، طبعا في H2 H5 H4 ل H6، اخر اشي عندي H6، واحنا بدنا نحاول نلاقي الفرق. بدنا نكتب الكون سكول، تمام، وخلينا نسكر
ال H6 وبدنا نطبق الصفحة. طبعا احنا عشان نطبق الصفحة لازم نسيفها بال HTML وبعدين نشوف كيف اتطبقت الصفحة عندي. انا بفهم من هذا الحكي اني انا ضفت ثلاث عناوين موجودين قبل الباراجراف تبع كمبيوتر وقبل الباراجراف تبع الماك. بروح بعمل فايل سيف از، بختار ايش انا بدي احفظها، بختار روان 11.html. طبعا انا عشان عندي صفحة بهذا الاسم خليني افتحها ونشوف مع بعض. هيهم، هاي عنوانة الفقرة الأولى اللي هي ال H1. خلينا نلاحظ مع بعض، اعملي الخط لحاله كبير، صغر الخط عندي في H3 وصغر بزيادة في ال H6. إذا عنوانة الفقرة هي بتعطي نمط محدد للخط لحالها، يعني الخط في H1 كبير إذا بنلاحظ نوع الخط بشكل معين، إذا الخط فيها بولد، إذا هي بتعطي خصائص معينة للخط لحالها بدون ما أنا أختار. إذا H1 H2 H2 H3 H4 H5 H6 هي عنوانة للفقرة الموجودة عندي. خليني أطلع من صفحتي ونشوف شو في عنا كمان وسم. عنا وسم التنسيق غامق، وسم، خلينا نلاحظ إنه هو وسم مش خاصية، يعني بنكتب لحاله. خليني أنا بدي أروح أعمل اللي هي الكمبيوتر، بدي أعملها غامقة، بروح بفتح وسم الغامق بسكره بعد كلمة كمبيوتر، هيك أنا بكون سكرت الوسم. هيك أنا فهمته إنه بدي كلمة كمبيوتر تكون بولد غامقة. طب تمام، شو في عندي كمان وسوم؟ في عندي وسم اسمه إيتالي، مائل، برمز له بحرف الاي. كيف بنكتب؟ نفس مبدا بول، بروح بحط اي بسكر بس هلا وسم النهايه بنكتب بعد كلمه الباراجراف اللي انا بدي اياها. بفتح لوسم النهايه وبسكره. في عندنا كمان وسم اللي هو الاندرلاين. اندرلاين معناه مسطر. خليني مثلا بدي كلمه الكون سكول هون بدي اياها مسطره، بروح بفتح بحط له يو وبسكر وبفتحها كمان هون لوسم النهاية وبسكر. إذا أنا هون يا مس حكينا عن أربع وسوم. وسم ال H1 اللي هو عنوانة الفقرة بيشبه الباراجراف بس هو بيعطي نمط لحاله للخط، إما بكبره أو بصغره، بيبدأ كبير من H1 ببلش يصغر ل H6. أخذنا وسم الأندرلاين اللي هو بحط لي سطر تحت الفقرة اللي أنا حاطيتها، بولد بخلي عندي الخط غامق، وعندي كمان الإيتاليك بخلي الخط مائل. هاي كلياتها أنا بسميها وسوم. وسم يعني إله وسم بداية فتحة وإله تسكيرة اللي هو وسم نهاية، هاي مش خصائص. إحنا لحد هون بنكون حكينا عن الأربع وسوم. خلينا نشوف تطبيقها. رح يكون طبعا زي دايما فايل سيف از، بختار الاسم اللي انا كنت مسيفه فيه من الاول .html، بعمل سيف وبروح على صفحتي بلاقي انه محل ما حطيت للوسم يو عمل لي تحتيها خط اندرلاين. كلمة كمبيوتر أنا طلبتها تكون بولد، هيها بولد غامقة، وكلمة مات أنا طلبتها تكون إيتاليك اللي هي مائلة وهيها مائلة. تمام، هلأ إن شاء الله مس رح نحكي عن إشي تاني اللي هو خصائص ستايل. إحنا حكينا عنها المرة الماضية، أوامر خصائص ستايل اللي هي الباك جراوند كلر اللي هي تغيير لون الخلفية، الكلر اللي هو تغيير لون الخط، هذول حكينا عنهم. رح نحكي اليوم عن نوع الخط اللي هو الفونت فاميلي، الفونت سايز اللي هو حجم الخط. طبعا الفونت سايز بيكون القيمة تبعته أرقام، واتفقنا بعد الرقم لازم أحط حرفين اللي هم البي اكس. الفونت الاين بتاخد عندي اللي هي ثلاث قيم، ليفت رايت وسنتر. تمام،
خليني افتح على البرنامج تبعي ونبلش نطبق فيهم. هلا انا بدي، المره الماضيه حطينا الباك جراوند كلر اللي هو ريد، طب انا بدي الخط تبعي يكون بلو ازرق. انا اخترت الخلفيه تكون حمراء، بدي الخط تبع الكلمه يعني لون الكلمه نفسها بدي اياه لون ازرق. تمام. هلا مس، اذا انا مستخدمه خاصيه ستايل، انا هيني مستخدميتها، ما برجع بكتب ستايل كمان مره جوا وصف البدايه لاني انا استخدمتها. انا بروح قبل تسكيره الكوتيشن تبعتي اللي حكينا انا لازم احطها، بروح بحط فاصله منقوطه وبكتب كلمه كلر اللي هي الخاصه بلون الخط. اتفقنا ما بقدر احط كمان يساوي، انا بحط نقطتين فوق بعض وبحط اللون اللي انا بدي اياه. انا مثلا بدي لون الخط بلو. تمام. اذا لما بدي استخدم اكثر من خاصيه للستايل، بدي استخدم اكثر من خاصيه للستايل في نفس الوسم، ما بحط كل مره ستايل ستايل، لا انا بحط ستايل يساوي، بعدين ببلش احط القيم تبعت الستايل، بس بفصل بينهم بفاصله منقوطه. طيب بدي احط كمان فاصله منقوطه وبدي احكي له انه الفونت underscore family. بحط نقطتين فوق بعض. بدي اياه مثلا، انا نوع الخط تبعي خلينا نشوف ايش في انواع خطوط موجوده عندي. ممكن احط لهم ايش هم بيحكوا لهم، ما بعرف انا مش متاكده انه اذا املائتها صح او لا، بس بهذا الشكل احنا بنحط خصائص ستايل. بس ان شاء الله رح ابعث لكم ورقه عمل مطلوب منكم تطبقوا الاشياء اللي فيها، تصور لي الشاشه اللي موجوده امامك نفس هيك، يعني الكود اللي بتكتبه نفس هيك بدي تبعث لي اياه ضروري جدا قبل امتحانكم يوم الاثنين عشان اتاكد انكم انتم فاهمين او لا. احنا لحد هون بس بنكون اخذنا وسم التايتل، وسم الباراجراف، وسم الاتش اللي هو عنوان الفقره، وسم البولد اللي هو غامق، وسم الايتاليك مائل، وسم الاندرلاين مسطر، وبنكون اخذنا كل خصائص ستايل وخصائص الدايركشن. مس الماده بدها متابعه اول باول، ما تيجي تحضر كل الفيديوهات مره واحده ونيجي نحكي احنا ها ضعنا، احنا ها مش فاهمين. الفيديوهات كلياتها لازم تنحضر حصه بحصه وتتطبق حصه بحصه عشان تتاكد انه وضعك تمام. لحد هون مس يعطيكم العافيه، يا ريت جدا اللي ما بتابع حل الواجب يبعث لي ورقته، ورقة العمل ضروري. يعطيكم العافية.